مجال للاستمتاع بالمباريات. بناء على المسافة القانونية، إعادة هذا الصد المسافة القانونية عن مكان تنفيذ ركلة الركلة الحرة. بهاء عبد الرحمن، هناك إبراهيم الدلدور، هناك حالة تسلل على الدردور وركلة حرة غير مباشرة لفريق الفيصلي. تراجع في أداء فريق الفيصلي في اللحظات الماضية. الرمتة يستعيد زمام المبادرة على شادي الحموي. شادي الحموي هدف ملغي، هدف كان إذا تم احتسابه سيكون هدف قاتل، ولكن الإشارة كانت والراية مرفوعة من قبل الحكم المساعد الأول. مرة ثانية هجوم الآن لقمان عزيز. إذن الفيصلي يعني شاهد يمكن الحكم مساعد كان تذهب بجوار المرمى. إبراهيم دلدوم، محمد الزعبي بديلا لخالد الدردور فيما تبقى من لحظات قليلة قبل سماع صافرة مراد الزواهري. كرة الآن معادة بالرأس، إبعاد من الحور راني. هجوم على مصعد فريق رمت. لقمان عزيز يتقدم. لقمان عزيز الهجوم الآن والتسديدة، ولكنها بعيدة عن مرمى.